إنما الأعمال بالنيات بما يهمكم ما نوى. الحمد لله أنا جد سعيد التواجد ديالي البيت ديالي والنادي راجع بالدوري، وهذه المناسبة جد سعيد كذلك باش من جديد نرحبوا بالصحافة البيت ديال راجع بالدوري، لأنه صحافة وسط من جديد كانت وحشنا هاد اللمة كانت عندنا، وأكيد بأن الفصل العائلة ديالي اللي فيها المسؤولين اللي كانوا في الرجاء العلماء والمسؤولين الجدد، تظن بان كضربنا على الرجاء دائما كنلقى ملتمه ومنتفقه وحول الفريق ليها من اجل يعني ننظر قدما تحقيق الارقام. ف دخلت من الباب الكبير، الصحابه اللي كانوا في الكوشه وكل دخلت من الباب الكبير ديال الرجاء الدوري، ودائما الحمد لله هذه هي المعروف الكرم ديال فريق الرجاء البيضاوي، يعني والحكمه ديال المسؤولين ديالي. تنظر هي بانه هذه دلاله كبيره بان الحمد لله قاد ذاك الشيء اللي قلت بانه غش وداعم فريق الرجاء في كل لقاء. الحمد لله هذه اللقاء انا رجعت نداء ديال القلب، لانه بوحدود بدون ما نتردد كيبقى كان الشرط الوحيد الا هو فكره الثقه ديالي مع جامعه كره القدم. اظن بانه المجهودات اللي دارت كبيره بزاف، توصل المسؤولين السيد الرئيس وكل اعضاء المديريه وزير الاتصالات ديالو. بهذه المناسبه كنشكر السيد وزير القاعده تفهم وفي نفس الوقت يعني عمدني بنصائح انه كيعرف الكره المغربيه ملي كتجي فريق الرجاء راه كتمثل الوطن، لانك يعني كتكون في خدمه تطوير كره القدم الوطني، وفريق الرجاء واحد القاطره كبيره جدا اللي كتمشي قدما من اجل تحقيق الاهداف المسطره الاهداف الكبيره. دوري انا كذلك بالرغم من كنشكر السيد الرئيس الثقه من كل اعضاء المكتب المديري، وكذلك على يعني كل ما قالوا حقي، ولكن دائما تيبقى تيراودني واحد الشيء اللي دائما كنكون كنتمناه، وهذا هو الاسلوب ديال ما عندكش واحد الرغبه واحد الطموح جامد باش يمكن توصل لواحد الهدف، ما كيمكنلكش بقات مراره بان خصني نحقق واحد اللقب اللي مازال ناقصني في الخزانه ديالي، هذا هو اصل الطموح اللي كنتمناه. لما جيت حاليا وغير في واحد التقييم ولا نقدر نقولوا عليه واحد التشخيص اولي حسب كل يعني ليزانفورماسيون المعلومات اللي تجي حاليا تتبين لي بان فريق الرجاء البيضاوي واحد التغيير كبير وكبير جدا، وكل الظروف مواتيه لاجل الفريق، سواء كانوا اللاعبين اللي كنعرفهم بهذه المناسبه وكيبقوا هما الحجر الاساسي من تحقيق الالقاب، وخص يعني نعديو لهم من لا بيرفورمانس ديالهم الكفاءه ديالهم باش يوليو يعطيو. ودوري انا كذلك لان كنعرف ان الفريق بغض النظر على النتائج عنده واحد الهويه، عنده واحد لاديان، وديك لاديان انا عقلي مفورماتي عليها، هذا هو واحد كنجلد، اظن بان نتمنى نوصلوا لها كما وصلنا لها صافي، ولكن نوصلوا لها احسن مع تحقيق الارقام ان شاء الله. ما غنحاولش نطول كثير لان مازال عندنا لقاءات، وغادي نخليهم ان شاء الله الميدان اللي غادي يحكم علينا ان شاء الله، ولكن الميدان ثم تيقوا بنا ان شاء الله بان الجماهير غادي بثورها. نشكرها على الثقه اللي وضعت فيا، لانه مكون رجاء فيها اكيد بان اللاعبين فيها المديرين فيها هذا، ولكن كيبقى واحد الشريحه كبيره اللي هما الجماهير الرجاويه. انا كنشكر الجماهير الرجاويه كلها اللي مسانده شخص رشيد الطوسي، فريقها اولا اللي هو فريق الرجاء، لانه ناجح رشيد الطوسي اكيد بانه ينجح فريق الرجاء، ونجحت الرجاء فريق رشيد الطوسي لي واحد العنصر فيها هذا البوست اللي غادي ينجح، ولكن كتبقى الشريحه كبيره جدا وهو جمهور الرجاء اللي خصنا نكونوا فخورين به، فخورين بكل ما تيقدم كذلك لانه امس حاجه اليه. ولكن كتبقى النقطه الاخيره الحمد لله غير باش تعرفوا الطابع ديال المريض المرض الاول من شحاله، فاش ساليت من المدني ودخلنا الاداره التقنيه الوطنيه ما كنت الجمهور حبس، ورجعت فاش رجع الجمهور هذه كتبين الحمد لله.